يقول السائل: قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فما معنى هذه الآية؟ واضح أن الأنبياء تتعدد شرائعهم بحسب حاجة البشرية، كما سمعتم في الدرس أن الله يشرع لأمة ما يناسبها، ثم إذا جاءت أمة أخرى يشرع لها ما يناسبها في كل وقت. هذا معنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرائع الأنبياء مختلفة لكن دينهم واحد وهو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. نعم.